الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين، وبعد. أحبتي في الله، كل عام وحضراتكم بخير، ونسأل الله جل وعلا كما بلغنا رمضان أن يعيننا فيه على طاعته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، لأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يجعلنا من المقبولين. لا يزال الحديث موصولا مع حضراتكم حول فقه زكاة الفطر، وتكلمنا في اللقاءين السابقين عن شرط ووقت ومقدار إخراج زكاة الفطر، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذا الفقه ونبدأ بلمن تعطى صدقة الفطر. إذن عندي من يعطيها المزكي، وقت الإخراج تجب بغروب شمس آخر يوم في رمضان، ولمن مصارفها. اعلم أولا حبيبي في الله أن كل شيء في زكاة الفطر مختلف فيه عند الفقهاء، يعني حتى وقت خروج زكاة الفطر أو وقت الوجوب فيها خلاف. الإمام الشافعي قال تجوز عند دخول رمضان، يعني في طول رمضان عند الإمام الشافعي تجوز إخراج الزكاة. الإمام أبو حنيفة قال يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان بعام، قبل رمضان بعام. الإمام مالك والإمام أحمد قالوا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا هو الصحيح، لأن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، فيبدأ إخراج الزكاة بيوم 28، خاصة إذا كانت تجمع في جمعيات خيرية أو غيرها كما وضحنا. لكن لا نريد أن ننقل الخلاف الكثير للناس، لأن الرجل العادي يلزمه أمرين: زكاة الفطر واجبة، نعم، متى تخرج؟ ليلة العيد. ما مقداره على الفرض؟ 2.5 كيلو من الأرز، شكرا. وهذا هو المعمول به هنا في إندونيسيا، 90% من الشعب الإندونيسي إذا سألته عن زكاة الفطر قال 2.5 كيلو من ناسي أرز، وتخرج في ليلة العيد، تخرج في ليلة العيد وهي واجبة، ليس هناك خلاف في هذا الأمر. طيب، لمن تعطى صدقة الفطر؟ وهذا مهم جدا أن نقف معه وقفة طويلة، لأن كل عبادة لها حكمة من مشروعيتها، كل عبادة لها حكمة من مشروعيتها، يعني الله جل وعلا شرعها لحكمة وبحكمة، قد نعرف هذه الحكمة وقد لا نعرفها، لكن اعلم يقينا أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة وغاية. ما الحكمة من زكاة المال؟ الحكمة من زكاة المال، ليس زكاة الفطر، المال وعروض التجارة والزروع والثمار، نقول الحكمة طهارة المال وتزكيته فيزيد ويبارك فيه، أنها فريضة لله سبحانه وتعالى تؤدى، أنها تغني الفقراء عن المسألة وتسد حاجاتهم، وغيرها من الحكم. لكن ما الحكمة من زكاة الفطر؟ وهذه إشكالية كبيرة عند من يؤيد ومن يعارض. ما الحكمة من زكاة الفطر؟ لماذا شرعت؟ ولماذا سميت بزكاة الفطر؟ ولماذا كانت واجبة بوجود العيد أو بليلة أول ليلة من شوال؟ هنا نقف مع الحكمة، ونقف مع من يستحقها. إذا وقفنا هذه الوقفة ربما يعني كان هناك حل لما نحن فيه من الخلاف.
تعطى كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هنا حكمتان في هذا الحديث: أن صدقة الفطر أو زكاة الفطر أو زكاة النفس كما ذكرنا، أول حكمة أنها تطهر وتجبر الصيام. يعني مثلا إذا أخطأ الإنسان في بعض واجبات الصلاة فعليه سجود السهو، سجود السهو هذا يجبر الخطأ الذي كان من المصلي. كذلك قال العلماء أنها بمثابة سجود السهو، يعني الإنسان وهو صائم قد يتكلم بما لا يليق مع الصيام، قد يسمع شيئا لا يليق بالصيام وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، فهذه تجبر له ما أخطأ من لغو ورفث وغير ذلك من الصغائر. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني: طعمة لمن؟ للمساكين. بعض أهل العلم يقول أنها تخرج في مصارف الزكاة الثمانية كزكاة المال وزكاة الزروع والثمار، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرضا من الله. لكن الرأي الثاني أنها لا تكون إلا للفقراء والمساكين. طيب، وقفة مع هذا الفقه، مع الفقير الذي يستحق هذه الزكاة. الزكاة دي يا جماعة لا تكون لأي فقير، وإنما نوع خاص من الفقراء. نعم، هي تجوز لكل الفقراء ولكل المساكين، لكن لو فكرت في الحكمة من مشروعيتها وجدت أنها تنطبق تماما على نوع معين من الفقراء. الفقراء أنواع، الفقراء أنواع. في فقير ليس مشكلته الطعام، يعني عنده الأرز وعنده الخبز وعنده كل شيء للطعام، لا بأس، ما في عنده مشكلة في الطعام، موجود حتى الأرز يكفي سنة. لكن عنده مشكلة لو ابنه تعب لا يجد المال الذي ينفق عليه للعلاج، هيعمل عملية ليس معه المال، ففقره ليس في الطعام. وآخر عنده الطعام والشراب والدواء وغير ذلك من المال، لكنه في بيت إيجار، في بيت بالإيجار، فقره أنه يتمنى أن يكون له بيت وأن يبني بيتا، لكن ليس معه ما يبني بيتا أو ليس معه المال. هذا نوع. نوع آخر عنده بيت وجميل وتمام، لكن عليه ديون مثلا، ففقره ليس في الطعام ولا في الشراب ولا في البيت، وإنما في ديون وغير ذلك. الصنف الذي يستحق هذا النوع من الزكاة وبجدارة على حسب الحاجة هو الفقير الذي ليس عنده طعام ويشتري طعامه كل يوم. رجل عنده أولاد، فقير بيعمل بخمسين جنيه مصري مثلا أو بثلاثين، لو عنده أجازة في يوم لا يجد المال، ليس له راتب كالموظف أو غيره، هو يعمل بخمسين جنيه في اليوم، الطعام في الفطور عشر جنيهات، الطعام في العشاء عشر جنيهات، الغداء عشرين جنيه ثلاثين جنيه، اليوم الثاني ليس عنده طعام وليس معه مال، يحتاج أن يخرج للعمل كي يأخذ المال مقابل العمل ثم يشتري طعاما لأولاده. هذا هو الذي معني بهذه الزكاة. فالإسلام يقول له: حبيبي في الله، أخي المسلم، نحن في عيد ونحن في فرحة ونحن في سرور، أنت تذهب للعمل في يوم العيد من أجل أن تشتري طعام؟ لا تذهب في يوم العيد، نحن سنكفيك طعامك وأولادك يوم العيد، وصل معنا وزور الجيران وزور الأقارب واجلس مع أولادك، وثاني يوم العيد اذهب إلى العمل.
هذا الرجل الذي ليس عنده أرز ليوم العيد وسيعمل من أجل شراء الأرز، أو ستقف ابنته في يوم العيد على المحل لتشتري أرز للغداء، نقول لهم لا، نحن نكفيكم طعام هذا اليوم، وعيدوا معنا وافرحوا معنا، فالمسلمون كالجسد الواحد. إذن نحن اختلفنا لأننا نفكر في الفقير الذي عنده الأرز وعنده القمح وعنده الخبز وعنده الطعام، البيت مليء، إذا أتيته بالأرز ربما لا يقبله لأنه لا يحتاجه، لكن كل منا ولله يخلص في البحث عن هذا النوع وسيجده. انظر إلى جيرانك ستجد أن هناك من البيوت من يشتري الطعام يوما بيوم، وربما لا يجد المال الذي يشتري به الطعام. هذا هو المقصود، وهؤلاء كثير. إن لم تجد ننتقل إلى القيمة، إن لم تجد. لكن مثلا أنا لوقت قريب كنت أعمل في محل بقالة أبيع، كان تأتيني بنت أو ولد من الجيران يقول لي أريد بخمسة جنيهات بأرز، بخمس جنيهات أرز كل يوم. الكيلو كان بسبعة جنيهات أو بثمانة جنيهات على حسب ما كنت أذكر، وأنا أعلم يقينا أن هذه الأسرة لا يكفيها هذا الأرز الذي يشتري، لكن لا يجد، ليس معه مثلا مال يكفي لأن يشتري كيلو أرز أو كيلو ونصف كل يوم. هذا هو الذي هو المعني بهذا. كثير من المسلمين ليس عنده طعام ولا يملك قوت يومه إلا إذا خرج للعمل. يعني الرجل الذي يبيع المناديل مثلا، هذا الرجل كم يكسب في اليوم وعنده أولاد وفي المدارس والجامعات وغيرها، وأنتم تعلمون غلاء المعيشة. إذا باع مثلا ألف باكت